تخبلت تخبال تخبلت يا خويا في الجزائر تخبال والناس تحوس على راس الخيط اللي رابط الحبال منكر كبير جري في البلاد ما سلكوا منه لا نساء ولا رجال لا شيوخ لا عجايز لا أطفال ناس تشوف الزور والفساد بعينيها تتوجع من الحقرة ومن المحال لا أستاذ لا إمام ولا طبيب نفع والغريب كلهم علماء ومجاهدين وأبطال يأكلوا مع الذيب لما يروح يصوك ويصرحوا مع الراعي في التل والجبال في الصف الأول بالجامع ما تلقاش معهم فرصة لما تخرج من الباب تبدأ الهوال تخلطت وتجلطت والعب خزها على ماها قالوا الحكام وهذا وقت الدجال الصادق يخونوه والعالم يحتقروه والخائن يصنعوا له تمثال البلطجي صار صاحب رسالة وأصحاب الرأي هم أرباب المال إذا فهمت الرسالة راك سلكت وإذا بقيت في حالك كمل القافية آل وآل هذه ألغاز حلها يا خويا إذا حبيت تتفلسف قول هذا ريح هبال يا ربي هذه بلاد الشهداء فيها فقراء ومظلومين وناس ضاق عليهم الحال يا ربي حكم فينا أخيارنا وابعد عنا الأشرار وقوي صلة الرحم واصلح الأحوال.